محدش بطول التاريخ المسيحي قال كده خالص. من يدافع عن نفسه ليس بقاتل وليس مخطئا. بس في فرق بقى بين ان انا اخد سلاحي وراح اهاجمه وبين ان انا بدافع عن نفسي. انا بقى رايح اهاجمه ده موضوع تاني بقى. طيب دلوقتي انا جندي في الجيش والجيش بيقول لي روح هاجم. انا ماليش دعوه. هنا في الجيش جندي ماسك السلاح، علي ان اطيع الاوامر. فانا لم اتخذ اوامر لا بالهجوم ولا اصنع شيء، وانا بنفذ تعليمات، ولو ما نفذش تعليمات اكون خائنا وبتصرف غلط. انا في الجيش انا زي البندقية اللي انا ماسكها، ماليش دعوة، مش انا اللي اصدرت الامر بهذا. لكن هل انا من حقي ان ادافع عن اسرتي او نفسي؟ نعم، الدفاع عن النفس ليس خطيئة.